رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في الكلام في الميديا. ومنورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ محمد سيف الناقد الرياضي في وكاله انباء الشرق الاوسط. مساء الخير على حضرتك. منورنا. مساء النور عليكي وعلى مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. منورنا اكيد النهارده في كلام في الميديا، واكيد عندنا كلام كتير جدا نتكلم فيه مع حضرتك النهارده. واكيد الحدث الاهم هو مباراه بكره، مباراه منتخبنا الوطني الاول قصاد سوازيلاند. المباراه طبعا اللي هتقام الساعه 3:30 او 3 بتوقيت القاهره. عايز اعرف من حضرتك توقعاتك ايه للقاء ده، وشايف فرص مين اكبر فيه؟ والله اصل هي التصفيات الافريقيه، التصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه اللي هتقام في الكاميرون في شهر يونيو اللي جاي بتفكرني بايام برادلي مع المنتخب المنتخب المصري. برادلي لعب مع الفرق الثلاثه اللي معاه 6 مباريات، خد 18 نقطه. احنا غالبا يعني هنفوز بكره ان شاء الله، يمكن نفوز بعدد كبير فوق 2 أو 3 أو أكتر. وبعدين هيبقى عندنا المحك الرئيسي والمقياس على تونس، مباراة تونس التي تقام في القاهرة. مصر لم تفز على تونس في مصر منذ سنة 1977 عندما لعبنا معهم في ده من 42 سنة. عندما لعبنا معهم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والمباراة اللي أحرز فيها كابتن خطيب الهدف الأسطوري بتاعه اللي لعبه بكعبه، اللي نزل كان مصاب ولعب ربع ساعة جاب هدف يعني أسطوري في عتوقة، حارس المرمى التونسي الأسطوري أيضا، وأظن كابتن مصطفى عبده سجل يومها، ففزنا 3-2. بعد كده ما شفناش مصر فازت على تونس في القاهرة كما لم تفز عليها في تونس. كل لقاءات في تونس يا إما تعادل أو فوز لتونس. صحيح. فده يعني احنا انا عندي اعتقاد ان الـ ان الـ ان المدرب المصري المدرب الاجنبي بيخوض مباريات كانها تدريبيه، يعني مفيش منافس قوي، ضعف المنافس، مفيش ضعف المنافسين. اسواتيني دي سوازيلاند والنيجر، يعني دي 4 مباريات لازم هنفوز رايح جاي ونهزمنا، لازم نفوز، فيبقى عندنا المحك وهنعرف المنتخب ده ماشي ازاي وايه. والراجل ده بداية من لقاء تونس لا، ما هو اللقاء هيكون وحيد، هذا اللقاء الوحيد في المجموعة. وبعد كده راحة طويلة لغاية ما نشترك في البطولة. احنا هنتأهل خلاص، احنا هي كانت المسألة كانت هتبقى صعبة لما كان الفرق المشاركة في البطولة 16 فريق، فكانوا بياخدوا من كل مجموعة فريق واحد، لكن دلوقتي الموضوع واثنين في احسن ثواني او 4 في احسن ثواني. فدلوقتي خلاص احنا ضامنين التاهل، لكن هو انا ليا مآخذ على هذا المدرب ومعه كابتن هاني رمزي. عايزين يعملوا غيروا جلد الفريق وغيروا القوام الاساسي للفريق اللي لعب في كاس العالم ده، لعب في كاس العالم من 4 شهور، من كام شهر. يعني ما يبقاش التغيير بالشكل ده وبالاسلوب ده وبالطريقه ده. انت ما كنتش تملك الجراه ولا عندك الشجاعه انك تعمل هذا التغيير لو كنت هتقابل فرق قويه في التصفيات. صحيح. وما ينفعش يعني الوقت يعني حضرتك مع ولا ضد فكره ان احنا نستعين بلعيبه صغار سننا عشان نحضر ل 2022؟ لا، نجمع بين الاثنين. التغيير بقى الشامل يبقى بعد بطوله الامم الافريقيه، يبقى عندك بعد من 2019 ل 2022 هيبقى عندك كاس فرصة العالم كفاية. عندك 3 سنين، لكن انت متغير من دلوقتي دلوقتي من شهر 9 و10 بعد كاس العالم مباشره تغير قوام الفريق، واحنا خلاص داخلين على امم افريقيا. مش مساله مش صح، بس انت للاسف النتائج بتسندك. يعني ازاي انت لاعب احسن ظهير ايمن في افريقيا احمد فتحي ما يلعبش مثلا؟ ازاي لاعب طيب جول الخطيب اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه اهو، هو ده اللي شغال قدامنا دلوقتي. هو نزل ربع ساعة الماتش، ما كانش كان عنده إصابة في العضلة الضم أو كارتليج الشهيرة زمان. فإزاي أنت تسيب أحمد فتحي وتسيب أحسن مهاجم أو صانع ألعاب في مصر دلوقتي وليد سليمان، وإزاي تسيب محمود علاء اللي هو المدافع القوي في الزمالك وهداف الدوري، وإزاي تسيب أوباما، وإزاي تسيب أحمد جمعة في المصري؟ يعني ما ينفعش كده. انت ووليد سليمان، ما انا قلت وليد سليمان احسن صانع العاب وهداف النادي الاهلي، احسن صانع واحسن لاعب في الدوري المصري بصفه عامه. صحيح. يعني ده التغيير، كان في اختيارات ظالمه، تغيير مناسب بس مش في الوقت المناسب. التغيير مناسب بعد ما نخلص
يعني دلوقتي يبقى نعمل مزج بين الخبره والشباب بنسب معينه، يعني 50 50 خبره اعلى شويه والشباب. وبعدين بعد ما نلعب كاس الامم الافريقيه في الكاميرون في يونيو ويوليو اللي جاي، نبدا بقى نجهز قدامك 3 سنين كامله. انما انت لو استمريت على هذا الفكر وهذا التعنت وعدم استماع للنصائح، لان النتائج بتسندك ليس لكفاءتك وليس لعروضك القويه ولكن لضعف المنافسين، ففي مآخذ عليه كتير، يعني ما ينفعش تجيبها. ما انت تضم مثلا سام مرسي بيعمل ايه؟ عندنا سام مرسي بيجي بقاله سنتين جابوا له. طب انا برضه عايز اسال حضرتك على حاجه، يعني وليد سليمان ما انضمش برضه ايام هكتور كوبر، يعني ايه المشكله؟ يعني انا نفسي اعرف ايه المشكله. انا كل يوم بطلع هنا وبسال يا جماعه ليه وليد سليمان مش في المنتخب؟ ايام هكتور كوبر كانت مساله شخصيه، لانه زيه زي حسام عاشور مثلا. لا هو كان هاجم المنتخب، هو كان هاجم المدرب والجهاز الفني في احدى المرات اللي ما جابوهوش فيها فهاجموه. وبعدين قعدوا يتعللوا يقول لك اصله بيلعب في نفس مركز محمد صلاح، ما هو المركز لازم بيلعب فيه اثنين. يعني وثلاثة واربعة، ايه المشكلة؟ يعني طب ما محمد صلاح مصاب دلوقتي، هتدور انت هتلعب مين؟ وجدة؟ ما هو انت ما عندكش حد يلعب في الجناح الايمن. وحسين الشحات اصلا مركزه كان ظهير ايمن. والسنة اللي فاتت لعب شوية في الخط الوسط وراح لعب في الامارات في خط الوسط، لكنه ليس جناحا ايمن. يعني كان البديل المناسب وليد سليمان، كان ما هو اخطا برضه، أخطأ المدرب السابق هكتور كوبر في عدم الاستعانة بوليد سليمان. لكن هو في بقى بالنسبة لحسام عاشور، لأن في حسام عاشور في 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 مآخذ عليه. حسام عاشور مدافع يفسد الهجمات ولكنه لا يبني الهجمات ولا يسدد على المرمى. يعني أنت عارفة مثلا لما تدور على مودريتش في ريال مدريد، دواري مثلا على سامي خضيره مثلا في اليوفي، في لعيبه بتبقى هدافه بتهدف من خلال من منطقه خط الوسط. احنا عندنا في الاهلي، في الزمالك، في الاسماعيلي، ما فيش غير حسني عبد الرب اللي بيشوط على المرمى من بعيد. يعني الفرق زي ما وفاق الصيف هيلعب الماتش الجاي لازم هيقفل منطقه الدفاع تقفيل كامل عشان ما يبقاش فيها هجمات. فلازم، ولذلك كارتيرون بيدرب اللعيبه في النادي الاهلي على التسديد من خارج المنطقه. هو يعني للاسف هو حسام عاشور لاعب عظيم وكفء، بس في المركز ده ناس كتير فعلا وبيتميزوا عليه بانهم مش بيقطعوا الكره فقط او يفسدوا الهجمات، لكن بيسددوا على المرمى وعندهم دقه في صنع الهجمات زي ما كان حسام غالي. وزي حسني عبد الرب، وفي لعيب هايل اسمه محمود عبد العزيز بيلعب في الزمالك، كان في الاسماعيلي قبل كده. يعني حسام عاشور ما كانش ولا مره اساسي وله بدائل وعنده بدائل، لكن النهارده ما فيش بديل لوليد سليمان اللاعب رقم واحد في صناعه الالعاب في مصر، خليفه عبد الله السعيد او مع اختلاف الاسلوب والطريقه، وراجل لعيب هداف وصانع العاب ومقاتل يدافع ويهاجم وتتوفر في كل الهجمات. وازاي انت تستغنى عن احمد فتحي برضه؟ ده احسن ظهير ايمن في مصر، يعني ظهير مدافع مهاجم ويحرز الاهداف. فانت يعني انت بيخدمك النتائج نتيجه ضعف المنافسين. صحيح. لكن احنا هنشوفك وهنحكم عليك في الاختبار الحقيقي لما تلعب قدام تونس. ومن حسن حظك برضو ان بعد تونس مفيش حاجه. هتقعد بقى تعمل استادات مباريات وديه لغايه البطوله. صحيح. فده البطوله اللي جايه دي كانت هي يعني الوقت المناسب انك تستغنى عن عدد من اللعيبه الكبار، تحسب سنهم هيبقى تعمل احلال وتبديل ده بعد تجليل. انما بعد مش تبقى طالع من بطوله كاس العالم تهدي القوام الرئيسي للفريق. يعني ده انا اعتقد يعني اسلوب مش علمي ولا منطقي، غير مدروس، وكل الناس مش موافقه عليه. يعني انت شايف ان الاسلوب اللي اخده اجاري مع منتخبنا الوطني الاول كان غير مدروس بطريقه كافيه؟ وفي لعيبه متعاقبه مثلا زي سعد، عندنا سعد ايه؟ سعد سمير برضه وكهربا، لانهم كانوا اتخانقوا ايام بطوله العالم هناك في خناقه حصل بينهم في روسيا. وفي لعيبه اللي هي كانت
بتروح الغرفة بتاعها السما الحضري وبتتصور وتطلع تعمل فيديوهات مع القنوات الفضائية، وده كان خروج على النظام صحيح وإدارة الفريق. في لعيبة محرومة يعني، فلذلك منهم كهربا ومنهم سعد سمير، في مجموعة من اللاعبين هم ما أعلنوش عنهم لكن هم معروفين، خمسة معروفين. صحيح. طيب خليني أسأل حضرتك برضو بالنسبة لمنتخبنا الوطني الأول، شفت مين، احنا اتكلمنا عن اللعيبه اللي اتظلموا ان هم ما انضموش للمنتخب، شفت مين وجوده في المنتخب يعني ما كانش ليه لازمه، مين اللي تم استدعائه وانت راضي غير راضي عن استدعائه؟ ما انا بقول لك سام مرسي. سام مرسي يعني لاعب ويجن الانجليزي. لا في كذا لاعب يعني، انا بلاش عشان ما ننتقدش حد وما نزعلش حد، لكن سام مرسي انت بتجيبه لا انت بتلعبه ولا بتستعين بيه، ده راجل سايح بيجيب ويقعد يعني، من ايام هكتور كوبر ما اعجب بيه وجابه وعمل له الجنسيه، راجل ما واللي هم المره اللي جربوه، مره جربوه في لعب في شوط في احدى المباريات الوديه وكان كويس، ما انت بتجيبه وما بتستخدموش يعني بتجيبه وما بتستخدموش يعني صحيح. يعني انت عندك لعيبه برضه في خط الدفاع ورا ما لعبتهاش، ولعيبه في خط الوسط وانت مثبت اللعيبه وما بتغيرش يعني على يعني، ففي ناس دخلت وملهاش لازمه، بس ما فيش داعي بقى ان احنا ننتقدهم ونجرحهم يعني ما دام ملهاش لازمه فعلا. طيب خليني اسالك عن الازمه المستمره، ازمه محمد صلاح واتحاد الكوره والازمات الخاصه بالاعلانات وبالدعايه لاتحاد الكوره ومحمد صلاح ودايما المشاكل اللي بتحصل ما بينهم. امبارح صرح وزير الشباب والرياضة إن الأزمة لسه مستمرة لحد دلوقتي. ما هو أصل إحنا عندنا اتحاد الكورة يعني بيتشاطر يعني يعمل إنه شاطر وذكي، لما يعمل الطيارة اللي عملها حط عليها صورة محمد صلاح، ما في رعاة لمحمد صلاح، في رعاة لمحمد صلاح في ليفربول، لازم كنت تنسق معاهم يعني. اولا هي مش حكايه جدعانه ولا فتوانه انك تجيب الاداريين اللي مسافرين رئيس البعثه على مش عارف مين وتلحقه وتخليه يقعد فيرست كلاس وتجيب له كل المميزات وتجيب اللعيبه دي مزنوقه في الايكونومي مثلا مش محمد صلاح بس، يبقوا قاعدين مزنوقين لا عارفين يقعدوا ولا عارفين يناموا ولا يعني السفر لازم تخلي يعني انت بتصرف ملايين الملايين، جت على لازم كم الناس تسافر بيزنس؟ نعم جت على كام تذكره بيزنس مثلا؟ جت على كام تذكره بيزنس رايح جاي؟ حتى ان شاء الله يتحملهم هنا ابو ريده من جيبه وهو قادر على كده يعني انما انت يعني تدي المميزات للرئيس البعثه اللي مسافر ولا نائب رئيس البعثه ولا المساعد وتيجي على اللعيبه، لازم تبقى وهي مسافره مرتاحه في الطياره، عايزه تنام، عايزه تقعد تاكل، عايزه تمدد رجلها، لازم تساعدها ولازم تبقى عارف. بس هم اتكلموا على الموضوع ده بالاخص يعني، قالوا انه ما فيش طياره هتبقى كلها كراسيها بيزنس، لما نتكلم عن الطيارات اللي بتنقل لهم معسكرات او مباريات، بس انا بتكلم دلوقتي مع حضرتك على تذاكر الطيران اللي بتجي لهم تاخدهم من بلدهم لمصر ايام المعسكرات يعني. لما بتاخد طياره خاصه انت بتنظم الكراسي زي ما انت عايز، بتشيل كراسي وتحط كراسي، تقدر تعمل في الطياره زي ما انت عايز، بس هم مش منتبهين للفكره دي. وساعات لما يبقى يعني بتشيل كراسي وتزود كراسي وتنقص كراسي يبقى اللعيبه مستريح، وفي حتى طريقه ثانيه يبقى في كل لعيب جنبه كرسيين فاضيين ينام عليهم يبدل، ما دي وسائل يعرفوها بتوع الطيران، بتوع اتحاد الكره ما يعرفوهاش، ما هم مش محترفين. وبعدين هم لما يجوا يستغلوا محمد صلاح من الشركه الراعيه او اعلانيا لازم يبقوا عارفين ان له راعي اخر. الراعي الاخر ده اللي هو ليفربول والشركات، فلازم لازم لازم كنت تتكلم معاها وتتكلم مع الوكيل بتاعه وتتناقش معاه وتتفاهم معاه، تاخد حقك والتانيين ياخدوا حقهم. صحيح. انما انت مش انت الاشطر وانت الاذكى واسلوب التزاكي والفتاكه والفهلوه ما تمشيش، لان احنا اول مره يبقى عندنا لاعب بحجمه ومستوى محمد صلاح ويبقى عنده شركات راعيه وبتراقب كل خطوه بيعملها. طيب بس انا شايفه ان في استجابه من اتحاد الكوره يعني، انا شايفه ان هو اول ما طلع اشتكى فعلا كل الطلبات اللي هو طلبها اتنفذت زي ما هو عايز بالظبط، فهو واضح ان هم بيحاولوا ان هم يتاقلموا على وجود لاعب محترف زي هم لازم يقعوا الحكايه دي. ما جايز ان يتالق بعد كده وبقى عليه كده ان شاء الله. ولذلك الوزير قابل
الوكيل محمد صلاح. وده حتى يعني نزل لمستوى هو المفروض يقابل محمد صلاح او رئيس اتحاد الكره العالم، هو ما يقعدش مع الوكيل. يعني الوكيل ده رجل دون المستوى، يعني ينقل معلومات، يخاطب اتحاد الكره بالايميل بالفاكسات باي طريقه. لكن انتوا وصلتم لان انتوا ظالمين الراجل ومش مديونه حقوقه وبتضروه. يعني انت بتجيبه وبيلعب وبيضحي وبيعمل بتضره. يعني ما هو لازم يبقى لازم اتحاد الكوره يتفاهم مع الوكيل ومع رعاه محمد صلاح في ليفربول، يعني يجب معالجه هذا الموضوع، والا ما الوزير اتدخل ليه؟ لان هم عملوا جزء وسابوا الباقي. يعني في حاجات بديهيات دي كانت لازم تبقى معروفه من 10 بتتعمل من 10 15 سنه. انما انت بتاخد طياره خاصه وتسيب نصها فاضي وتسيب اللعيبه، ما انا شفت وزراء في طيران ما فيش فيه فيرست كلاس ولا فيه بيزنس، كانوا بيسيبوا لهم كرسيين جنبهم، شخصيات كبيره، شخصيات انت واخد طياره خاصه بيك. يعني اشمعنى ما احنا شفنا صور رؤساء البعثات وقاعدين وممددين وبياكلوا افخم الطعام، يعني انك تجيب لعيب وجايبه مصفره 7-8 ساعات وجاي، وبعدين لازم توفر له كل وسائل الراحه. اكيد طبعا. ولازم تبقى حريص على حقوقه. يعني انت ما تجيبوش وتبهدله وتضره مع الفرق اللي بيلعب فيه. طيب خلينا نرجع للنادي الاهلي بقى. النادي الاهلي ولقائه الهام القادم يوم ان شاء الله 23 اكتوبر الحالي قصاده فاقس طفل الجزائري في دوري ابطال افريقيا. شايف اللقاء ده اهميته قد ايه؟ وان شاء الله يعني فرص النادي الاهلي قصاده فاقس طفل قد ايه؟ ده زي ما بقول لك، ده ماتش البطوله. ده ماتش البطوله. احنا لعبنا النادي الاهلي، لعبنا الشوط الاول فزنا 2-0 في النادي في الشوط الاول. لسه الشوط الثاني. لكن ده ماتش البطوله، يعني ايه ده؟ هذا هو الماتش اللي فات اللي جاي بالذات، ده النهائي المبكر للبطوله. يعني لو الاهلي تخطاه هيبقى الطريق اسهل اذا قابل اول اغسطس الانجولي او اذا قابل الترجي التونسي. النادي الاهلي اعتاد على الفوز على الترجي في عقر داره وبيعمل معاه نتائج كويسه في مصر، فالترجي مش مشكله. والجمهور التونسي جمهور معتدل، معتدل مش متعصب بشكل الجمهور الجزائري. بس كارتيرون قال في تصريحاته ان يعني ايه، هو عارف قد ايه الجمهور الجزائري بيساند قوي الفرق بتاعته، وهو بيقول ان هو شايف ان كل الفرق الجزائريه جماهيرها عندها حماس كبير قوي، فده دايما بيكونش لصالح المنافس. شوفي، هو عارف، بس اللعيبه هتعمل ايه في الملعب؟ يعني انا هقول لك، في كاس العالم سنه التصفيات المؤهله لكاس العالم سنه 2002 اظن كانت في، مش فاكر فين، في كاس العالم 2002 كانت فين؟ كانت في ايطاليا؟ لا مش عارف، كانت في اسبانيا ولا لا، ده كانت في كوريا، كانت في كوريا واليابان. كوريا واليابان. احنا وصلنا للمباراه لاخر مباراه في التصفيات. كنا هنلعب مع الجزائر، والسنغال كانت هتلعب مع برضه دوله ضعيفه افريقيه. يعني كان المفروض الجزائريين يبقوا حنينين معانا، يتعاملوا معانا باحترام وتقدير، يلعبونا في ملعب 5 اغسطس ولا 5 يونيو، 5 يونيو اللي في العاصمه وجمهور العاصمه والاستاد الكبير. لكن هم خدونا في المناطق الجبليه، مش عارف منطقه تيزي اوزو ولا، خدونا في منطقه جبليه، الملعب ضيق جدا وسيء جدا، والجمهور متعصب وقاعد جوه الملعب، كابس على قاعد جوه الملعب وجنب الملعب، واعتادوا على اللعيبه ويهاجموهم من طريقهم للملعب، وافي عودته وتعادلوا معانا فضيعوا علينا التأهل. يعني هم تعمدوا ولعبوا بحماس شديد والاخر، احنا لا نلومهم، احنا نلوم انفسنا على اننا ضيعنا الفرص. لكن انت كنت تلعبنا على الاستاد الرئيسي، استاد 5 يوليو اللي بتلعب عليه في العاصمه، الاستاد الرئيسي والجمهور يبقى، لكن هو الجمهور والاعلام الجزائري يعني بينه وبين المنتخب المصري صقر شديد جدا. مهما قلنا هم اصحابنا وحبايبنا والشعب الجزائري، والناس في الجزائر بتنسى ان لما اعلنوا انشاوا جبهه التحرير الوطني الجزائري سنه 1954 بتأييد من الزعيم الرائع جمال عبد الناصر، اللي ساند الثوره دي بفلوس مصر ومال مصر،
وكان في انا اعرف كان في واحد اسمه نجيب جويفل كان احد وكلاء المخابرات كان مسؤول عن تزويد الثوره الجزائريه بالسلاح وكانت مصر بتدفع مبالغ طائله واحنا كنا بننتقد نقول ازاي يدفع 30 مليون دولار 40 دول كانوا 40 30 40 مليون دولار دول كانوا ميزانيه الدوله ازاي ده يصرفها على التعليم في مصر يصرفها على الصحه يصرفها في الانشاءات يعني احنا سندنا الجزائر على قدر والله ونتمنى دايما نكون كلنا مساندين لبعض القياده الجزائريه كانت معانا في حرب 67 بعتت قوات جزائريه شاركت في حرب 67 وفي 73 الرئيس الجزائري دفع بس عايز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ محمد السياسه مالهاش دعوه بالكوره خلينا نكمل اتفضل طبعا ما احنا السياسه مالهاش دعوه بالكوره ما احنا بنقول مواقفنا السياسيه جيده ومواقفهم السياسيه لكن الجمهور الجزائري الجمهور الكوره مختلف الجمهور الجزائري طب انا عايز اقول لحضرتك على حاجه الجمهور ده حتى لو جمهور من نفس البلد يعني بيبقوا ناس قرايب يعني انا ممكن اشجع فريق واخويا بيشجع المنافس ويبقى في الكلام في الكوره مختلف تماما عن ان احنا اخوات مالهاش علاقه طيب انا بس هحكي لك بس الايه كمل لك بس فاحنا عملنا كل حاجه معاهم لكن الجمهور الجزائري ملوش علاج معانا يعني ويوم ما لعبنا الماتش اللي قلت لك سنه 2001 المؤهل لكاس العالم اتعادلنا والمنتخب السنغالي لعب دوله افريقيه مش عارف ناميبيا تقريبا فاز عليها 5-0 انت ما مش مطلوب منها حاجه لعبني في الاستاد الرئيسي وقعدني في جو طبيعي وقعدني في بعيد عن الجمهور انما تلعبني في مناطق وهران ولا مناطق جبليه والجمهور قاعد في الملعب و لاخره فالمهم ان احنا مش دي حكايه كده حكايات للتذكره لكن بس انا بقول كل الفرق لكن برضو انا بقول نفس لكن انا بقول ان مباراه وفاق الصيف هي مباراه البطوله صحيح. اذا فاز الاهلي هيكون الماتش النهائي ذهابا وايابا في امكانياته وفي متناوله ان شاء الله باذن الله فده احنا 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 يعني نتامل ونامل ان النادي الاهلي يظهر دائما هو مهما يعملوا خبرات لاعبي الاهلي كبيره روح لاعبي الاكبر الاهلي اكبر من اي مشاعر عدائيه او تشجيع مضاد روح اللعيبه في النادي الاهلي روح النادي الاهلي اللي عاشت معاه من 1907 لغايه النهارده اللي كان بيفوز بيها في الدقائق الاخيره وبيفوز بيها خارج ملعبه روح الفانيلا الحمراء واللي عمل انجازات كبيره في استاد رادس مثلا صحيح. مع الصفاقسي مع الترجي مع النجم الساحلي يعني فاحنا املنا كبير لكن المباراه في غايه الصعوبه اللي احنا عندنا اصابات عندنا بالنسبه للاصابات عندنا مستشفى في النادي الاهلي مش اصابات عندنا اصابتين يعني 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 اجايده احسن لاعب وسط في مصر يعني حاجه قيمه كبيره نبيل معلول علي معلول الظهير الايسر ده برضه يعني قيمه كبيره اثنين اساسيين صحيح. يعني دوب احنا لسه يا دوب المصابين غير الدفاع بداوا يرجعوا هو ما عادش غير دول المؤثرين دلوقتي بس دول قوه كبيره صحيح. يعني اثنين يعني فاحنا من الاعمده الاساسيه فاحنا املنا في النادي الاهلي روح ان اللعيبه تلعب بروح النادي الاهلي خبرات النادي الاهلي في مواجهه الخصوم خارج ملعبها كبيره احنا بطل القرن وبطل افريقيا وقدراتنا ترشحنا للفوز واذا اجتزنا هذا وسنجتزه ان شاء الله وبس نحرص على عدم دخول هدف مبكر في مرمانا هنبقى الامور جيده جدا يعني احنا نعتبر ده زي ما بقول لك ماتش البطوله بكل المقاييس صحيح طيب استاذ محمد طبعا كان في قرار سمعنا عنه في الايام الاخيره اللي فاتت ان اتحاد الكوره بيدرس دلوقتي او بيناقش فكره ان هو يعتبر لعيبه شمال افريقيا كلعيبه محليين طبعا القرار ده او كلام عن القرار ده والاخبار اللي اتقالت عليه ما لقيتش اي استحسان من اي حد في الوسط الرياضي يمكن كمان دكتور كرم كردي طلع وصرح قال لو انتوا فعلا عايزين تعملوا كده يبقى بالمره سرحوا المنتخب الوطني الاول لان ده اكيد هيعود سلبا هي لا على الدوري المحلي وعلى اللعيبه المحليين من بعض الاطراف انا بس هسالك سؤال هداف النادي الاهلي مين ازارو يعني احنا خلينا نوصل الكوره دي كلها احنا بنلعب كوره دوري وكاس وافريقيا وعندنا النادي الاهلي ونادي الزمالك والمقاولين ووادي دجله وإنبي عندهم اكاديميات للناشئين في كل انحاء مصر صحيح. وعندهم مدارس الناشئين وعندهم فرق الناشئين والفريق الاول كل الالعاب دي بتنظمها مصر ليه ليه
عشان تخدم المنتخب الوطني. طبعا اما يلعب قاريا او دوليا او على اي او الدورات الاولمبيه، يعني حضرتك شايف اصلا ان وجود الدوري المصري ده عشان يخدم على المنتخب الوطني اللي يوم ما يشارك في بطوله مهمه يظهر بشكل فننفق في الناشئين والاكاديميات والانديه، وبعدين تروح تجيب لعيبه هداف النادي الاهلي وليد ازار، هداف الزمالك كاتونجو هداف، كان هداف الاسماعيلي السنه اللي فاتت، اللعيب اللي راح الكولومبي اللي راح لعب في السعوديه، هداف الاهلي وهداف الزمالك وهداف الاسماعيلي وهداف الداخليه وهداف بتروجيت، مش عارف هو بيلعب فين دلوقتي، شمل سبيكلي يعني هداف برضه، ده هداف من اهداف الدوري. أنطوي جون أنطوي هداف المقاصة، يعني كل هدافين الفرق المصريه. طيب ولذلك أفارقة وأجانب، ولذلك احنا ما عندناش مهاجم، ما عندناش راس حربه، صح. يعني احنا عندنا عجز في المركز، يعني خدوا وهو اختيار غريب، خدوا من عندنا مروان محسن وخدينه من اصابه، يعني قبل كده ما كانش بيلعب في الاهلي ولا يشارك في مباريات الدوري مع الاهلي، خدوه لان ما عندهمش مهاجمين. بعد كده بعد ما لعب شويه اصيب تاني، واصيب في مباريات المنتخب وما لعبش من وقتها بدا لسه يلعب، واخدينه تاني. فانت ما عندكش مهاجمين لما تبقى هدافين الفرقه الرئيسيه اللي الاهلي الزمالك المقاصه سموحه بتروجيت كلهم اجانب، فانت فده يعني هو في حاجات دول بتاخد فيها قرارات زي ايه مثلا، دول كتير يقول لك ممنوع استخدام حراس مرمى عشان يبقى عندنا حراس مرمى، احنا لو فتحنا حراس المرمى مش هيبقى عندنا. في ناس دول بتقول لك نمنع المهاجمين، لا بس هي مساله مش منطقيه. لكن ادي ده الهدف الاول، الكوره بتتعمل في مصر وفي العالم كله وفي اي بلد، الدورات المحليه عشان تخدم على المنتخب، عشان المنتخب، منتخب هيشارك في الدورات الاولمبيه، هيشارك في بطوله كاس العالم، هيشارك في الدورات القاريه اذا كانت يعني اوروبا افريقيا او اسيا، اوروبا واسيا صحيح، واخد بالك. لما احنا نيجي نجيب لعيبه من بره ويبقوا هم الهدافين وهم اللي كذا، وبعدين في الناس مش فاهمه، هو اولا قرار اتحاد الكوره اللي اقترح هذا القرار السيد وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي، وهيطبقه في بلده. تونس هتعتبر في الشتاء القادم اللاعبين من دول شمال افريقي غير اجانب، هيعتبرهم محليين، تونس هتطبقه. لكن هنا وليده زي ما انت قلت في بدايه البرنامج قال ان احنا ما اتفقناش على كده، ده فكره اتعرضت، وجي الكابتن عصام عبد الفتاح قال الكلام ده، هو قاله ان ده تم مناقشته، ما قالش ان احنا هنطبقه، فالاعلام خد الخبر منه او التصريحات وشوهه، فالاتحاد المصري لم يناقشه ولم يفكر فيه، وأهانة بريدة اكد ان احنا بالقواعد اللي بدانا بيها اللوائح الموسم لازم ننهي بيها، وعندما سنصل في الصيف القادم مش هيقدر يطبقه، لان الناس مش فاهمه حاجه. في حاجه، لعيبة المغرب العربي الفرز الأول فيهم بروح إنجلترا وفرنسا وألمانيا وأسبانيا وإيطاليا، ده الفرز الأول أكيد. الفرز أي لاعب في العالم يبقى الفرز أوروبي. التاني بروح السعودية والإمارات والكويت، فأنت مش هيجي لك الفرز الأول، اللي أنت هتجيبهم هتجيبهم لاعبين الفرز الثالث أو متوسطين. ما أنت لما تشوفي، بس ده لا ينطبق على وليد أزارو ولا على المعلوم، الدوري الإنجليزي اللاعب اسمه فقير في الدوري الاسباني، صحيح. سامي خضيره بيلعب في اليوفي، كان بيلعب قبل كده في ريال مدريد. فالفرز الاول منهم مش هيجي عندنا، بيطلع على اوروبا، فانت صحيح. مش هتجيب لعيبه تستفيد منها ولا يحسنوا لك الدوري ولا الناشئين او اللعيبه المصريه يستفيدوا، التانيين عشان الفلوس. يعني بغداد بنجاح ده اللي هو الجزائري بيلعب بياخد 4 مليون دولار، صحيح. في السعوديه في قطر، لا هتقدر تجيب الفرز الاول ولا الثاني، هيجي لك اللعيبه اللي زي اللي عندنا. واذكر ان احنا فتحنا الباب قدام السوريين، في كام لاعب سوري في الدوري المصري؟ لا، في كام لاعب سوري نجح او نفع في الدوري المصري؟ يعني في ناس جم ومشوا ومحدش سمع عنهم ولا شافهم، يعني مؤيد العجاني اللي لعب في الزمالك ومشوه، والشامي جه الاهلي برده ومشي ومحدش شافه، وفي عندنا مين؟ واللي جه عندنا الاهلي جه اسمه شامي، كان اسمه شامي، صح يا جماعه؟ محدش شافه، مين اللي بيلعب عندنا؟ احنا فاتحين قدام السوريين وما نجحوش، لان برضو منهم ناس بتشتغل في الصين، واحنا حاولنا نجيب واحد منهم ما جاش، صحيح صحيح. واخده بالك؟ عمر الميداني، ايه كان اسمه؟ عمر الميداني. النهارده انت عندك الفلسطينيين، ما احنا بنعاملهم معامله المصريين، كم لاعب فلسطيني عندنا؟ عدد قليل جدا، صحيح. فانت لو فتحت الباب حتى مش هتجيب غير الفرز الثالث، لان الثاني ما تقدرش تدفع ثمنه ولا الاول تدفع ثمنه، وهم لهم وجهات اخرى.
صحيح. شكرا ليك استاذ محمد سيف الناقد الرياضي في وكاله انباء الشرق الاوسط، نورتنا النهارده في كلام في الميديا، اكيد استمتعنا بوجود حضرتك معانا. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده، اشوفكم بكره ان شاء الله، لا بعد بكره باذن الله في حلقه جديده من كلام في الميديا. في بكره حلقه؟ طيب في بكره حلقه، كان احتمال ما يكونش في حلقه عشان الماتش الودي، لكن لا ان شاء الله بكره هنكون معاكم الساعه 5 في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد جدا عليكم باذن الله.